أعزائي المشاهدين، طلابنا وطالباتنا المجتهدين والمثابرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذه تحية مسائية متجددة بالعزيمة والنشاط والود والتفاعل، وتحية أيضا من زملاء في فريق البرنامج. وعلى مدى 90 دقيقة سنكون معكم في رحلة تعليمية تربوية جديدة، نحاول أن نلبي فيها طموحاتكم وتطلعاتكم. حلقة اليوم موضوعها كيف تواجه الامتحانات، مع ضيف عزيز ومميز بعد هذا الفاصل. مساءكم أمل، كما يخاطبكم أيها الرائعون والمبدعون دائما ضيف الحلقة، ومساءكم تطلع وعزيمة وهمة كما تخاطبون أنفسكم دائما في كل لحظة من أجل النجاح. حلقتنا اليوم مليئة بكثير من الدرر وكثير من الأشياء القيمة التي تخدمكم خلال مسيرتكم القادمة، سواء في الامتحانات أو ما بعد الامتحانات، من مجموعة خبرات وتجارب ونظريات نقدمها اليوم من خلال ضيف البرنامج ومن خلال المتصلين. نتمنى أن نحظى بتفاعلكم عبر قنوات التواصل اللي شاهدناها قبل قليل، هواتف البرنامج وأيضا البريد الإلكتروني وصفحتنا في الفيسبوك. نعول على تفاعلكم كثيرا، لأن من اتصالاتكم سننطلق في محاور هذه الحلقة. باسمكم جميعا أرحب بالضيف العزيز الأستاذ طلال بن حمد الرواحي، مدرب في التنمية البشرية. مساء الخير استاذ طلال. مساء الورد استاذي، شو اخبارك؟ بخير الحمد لله. الله يسلمك. الحمد لله. ما عليه، يعني تحملنا شويه اليوم على 90 دقيقه، لكن في سبيل اكثر من 60 طالب وطالبه اعتقد اننا مستاهلين نعطيهم هذه الماده. اكيد مستاهلين، بالعكس انا اليوم لي شرف استاذ العزيز ان اكون في برنامج درس على الهواء. هذا البرنامج اللي انا كنت لما كنت طالب كنت اتابع البرنامج هذا امانه، وكان عندي حلم ان اكون احد ضيوف البرنامج. سبحان الله اليوم تحقق هذا الحلم، وراح أيضا نربط اليوم موضوع اختبارات والأحلام وأيضا التفاؤل والرؤية الإيجابية إن شاء الله. جميل. يعني هناك بعض الملاحظات وصلت في البريد الإلكتروني أنه مثل هذه الحلقة يعني جاءت في توقيت أثناء الامتحانات. ما عليه، المهم أنها جاءت، مع أن احنا قدمنا مجموعة يعني موضوعات في الإذاعة وأيضا في مستهل الحلقات وقبل حلقة بداية الدرس على الهواء كمادة علمية أيضا سلطنا الضوء على بعض المهارات. وإحنا نشبهها دائما بأستاذ طلال بالجماهير في كرة القدم. الجمهور لما يروح في كرة القدم، وإحنا منتشين أيضا بفوز المنتخب أمس، يعني لما يروح الجمهور ما رايح لأنه متأكد أن المنتخب فائز، لأنه لو كان فائز ما محتاج للجمهور. صحيح. هو يحتاج إلى الجمهور حتى في يعني في حالة الضعف وتخاذل الفريق، أو محتاج يعني دفع معنوي من أجل الفوز. أما إذا فائز يعني إذا كان الفريق فائز ما يحتاج إلى جمهور. بالضبط. كذلك الطالب هو عدى عليه الامتحان الأول، الحمد لله كان مثل ما وصلتنا لجميع الأخبار من قاعات الامتحان أنه كان الامتحان سار بشكل جيد، وأيضا امتحان اليوم، لكن الباقي أيضا هناك مجموعة امتحانات نحاول أن نتدارك فيما تبقى ونكتسب بعض المهارات من خلالك أستاذ طلال. إن شاء الله. إلى أن تحين المكالمات، خلينا مباشرة أبدأ بجو المذاكرة. ما هي أهم الأشياء اللي يحتاجها الطالب أثناء المذاكرة؟ جميل. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي الرسول الكريم. للأمانة مثل ما قال بالفعل ملاحظتهم، احنا نتمنى هذه الحلقات استاذ العزيز السنوات المقبلة تكون بدري، يعني مبكرا بداية العام الدراسي. يفترض الطالب يزود بجرعات نفسية
من بداية العام الدراسي كيف يرتب جدول المذاكرة، كيف يستعد للحصص الدراسية، المناهج الدراسية وغير ذلك. لكن ما أن مثل ما انتقلت اليوم حلقتنا إحنا إعطاء جرعة نفسية للطلاب اللي يعني إيش نوع الاستراحة، استراحة خاصة أن بكرة إجازة يعني. بالضبط، استراحة المحارب اليوم جرعة نفسية إن شاء الله للانطلاق من جديد. كيف نهيئ جول المذاكرة؟ طبعا هناك شروط كثيرة جدا لتهيئة جول المذاكرة. من أهم هذه الشروط هو عدم التشوش النفسي، عدم التشوش النفسي، وعدم مثلا تحدثنا عن مثلا غرفة، عدم وجود ضوضاء، عدم وجود دائما أقول للطلاب البصريين خصوصا عدم وجود صور داخل القاعة اللي يذاكر فيها الطالب، عدم وجود الصور، عدم وجود الصوت، وأشياء كثيرة راح إن شاء الله خلال الحلقة كلها راح نذكر مجموعة من الاستراتيجيات في المذاكرة، كيف يذاكر الطالب وكيف يهيئ جو المذاكرة وغيرها من الأشياء المهمة في ذاكرة الإنسان، كيف يبرمجها ويستخدم تقنيات حديثة في البرمجة. قبل كل ذلك أستاذ الكريم، لابد أن نقول للطالب الكريم بأنك أنت اليوم أمام خيار مصيري اللي هو المذاكرة أو عدم المذاكرة، الاستعداد أو عدم الاستعداد. كثير ما يقول الارتباك والخوف، راح نتكلم عنه اليوم إن شاء الله، ولكن قبل كل ذلك لابد أن نقول بأن اليوم في هذه الحلقة 90 دقيقة بإذن الله تعالى راح نطرح مجموعة معطيات، راح نطرح مجموعة استراتيجيات وتقنيات. أنا أطلب من كل طلاب من الآن اللي يتابعونا مسكوا أوراق وقلم ويتابعونا بعناية، لأن راح أيضا نعطيهم استراتيجيات حديثة وتقنيات جميلة كيف نذاكر في جو الامتحانات بالضغوطات والصعوبات اللي يواجهها الطالب، كيف يبدأ مباشرة من الضغوطات هذه ويحولها إن شاء الله إلى أشياء سلسة وسهلة بإذن الله تعالى. احنا أيضا من خلال أيضا الخبرات التراكمية، خبرات وتجارب في الحياة وقراءات، راح ناخذ أيضا اتصالات مع مجموعة المدربين. جميل. لإثراء البرنامج، وكل واحد يعطينا تجربته وكل واحد يضيف على الآخر معلومات بإمكانها أن تقدم يعني مادة ومهارات جزلة بالنسبة للطالب. جميل. أثناء المذاكرة الطالب كما يرد عند كثير من الطلاب يبدأ عند الخيال المجنح، يبدع في الخيال أو ما يسمى بالشرود الذهني. كيف نحاول أن نتخلص من هذا السلوك أثناء المذاكرة؟ جميل. أول حاجة لابد أن يدرك الطالب بأن أقوى سلاح عند الطالب هو الخيال، الخيال الإيجابي مش السلبي. ما خلينا نضرب، دام عندنا اليوم هنا سبورة وعندنا أشياء جميلة، خذ راحتك أنت اليوم متاح لك كل أنا أفترض بأن هذا يعني لوح خشبي موجود على الأرض، طبعا على السبور الخشبي، وهنا شخص موجود، أنا ما رسام ماهر لكن أحاول، وطلبنا من هذا الشخص بأن يمشي في اللوح الخشبي اللي موجود في الأرض، طبعا سيمشي بكل سهولة، موجود على الأرض اللوح الخشبي الآن، موجود على الأرض بالخيال الحالي. أيوة، سيمشي بكل سهولة. الآن هنا عندنا عمارة وهنا عندنا عمارة، واللوح الخشبي وضعناه المرة هذه بين عمارتين، نفس اللوح الخشبي كان هنا في الأرض وهنا أصبح بين عمارتين، لو طلبنا من الآن يمشي لا يمشي، ليش؟ نفس اللوح الخشبي كان في الأرض. توقع الوقوع. جميل. هنا لما كان في الأرض كانت الإرادة إنه يحب يمشي والخيال أن ينجح، لما أصبح اللوح الخشبي بين عمارتين أصبحت الإرادة يمشي والخيال أن يسقط، بالتالي الخيال أقوى من الإرادة. حتى ما فكر يجربها أصلاً. جميل. الخيال أقوى من الإرادة، لذلك أنا أقول للطلاب اليوم وهم جالسين يذاكرون، ما هو خيالكم؟ هل خيالكم إيجابي أم سلبي؟ أقولها وأراهن عليها، الخيال مهم جدا عند المذاكرة. دائما يفترض الطالب أن الامتحان سهل، دائما يفترض الطالب بأن ستكون الأسئلة سهلة. إحنا أغلب استشاراتنا أستاذ العزيز لطلابنا الكل يفترض الصعوبة، الكل يفترض القلق، الكل يفترض الضغوطات، الكل يفترض الأشياء السلبية. ما أنا لما أجلس مع طلاب، أجلس معهم جلسة ودية، أسمع منهم الامتحانات قريبة إيش تتوقع؟ ولا مرة سمعت توقعات إيجابية، ولا مرة سمعت توقعات يعني تحفز الذات البشرية، كل التوقعات محبطة، كل التوقعات مثبطة. البرنامج اللي قدمناه في ملتقى التربية واليوم درس الهواء، أنا أؤكد لهم هم خلصوا امتحان وأؤكد لهم بأن ما تتوقعه لم يقال، توقعك هو واقعك أيها الإنسان، توقعك هو واقعك بشرط مصحوب أيضا باستعداد. أنا ما أقول اليوم تفائل وما تستعد، ما ممكن، أنت تستعد ذهنيا، تستعد أيضا من خلال المذاكرة، ومن ثم تتوقع القادم الأجمل إن شاء الله. أنا أعطيك مثال أستاذ طلال. تفضل. يعني كنا أمس في اتصال هاتفي مع أحد المسؤولين في إدارة الامتحانات، وكان الطلبة يعني متخوفين من أول امتحان في الرياضيات البحتة ورياضيات التطبيقية. بعد الاطلاع يعني متابعة ما جرى في قاعات الامتحانات، غالبية من الطلاب يعني معظم الطلاب بشكل كبير جدا، السواد الأعظم منهم
أبدأ ارتياحها من أول امتحان. شفت كيف؟ مع أنها قبلها بيومين يقول لك يعني ليش خليتوا لنا الامتحان كذا صعب أول امتحان وكذا، فالأمور راح يعني مشت بشكل طبيعي. هذا اللي احنا نريد اليوم، احنا اليوم نريد حديث قدسي لله سبحانه وتعالى يقول أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. أيها الطالب أنت اليوم أمام وعد مضمون من الذي يعد الله سبحانه وتعالى، يعد وعد مضمون. إحنا لو وعدنا شخص معين، أضرب مثال دائما أقول، لو ذهب شخص لشخص وقال أنا محتاج 1000 ريال وقال ما أقدر أعطيك، ثم ذهب لشخص آخر وقال أنا محتاج 1000 ريال فقال بعد 3 أيام 1000 ريال يكون معك 100% إن شاء الله، كيف يخرج من عنده؟ يخرج من عنده ويتسوق وخلاص، لأنه ضمن 1000 عنده رغم أنه ما مسك بيده بس وعده وعد، قال بعد 2 أو 3 أيام يكون المبلغ عندك. فكيف إذا كان الذي يعد الله سبحانه وتعالى ويقول أنا عند ظن عبدي بي فليظن بما شاء؟ تفاعلوا بالخير تجدوا 100%. طيب في وقت المذاكرة يبتعد الطالب عن الشرود الذهني، في مشتتات أثناء المذاكرة هي تسبب شرود ذهني، ماسك له ورقة وقلم وقاعد يزخرف يرسم ورود وتفاصيل في الورقة أثناء المذاكرة، هل محتاج أنه يبعد القلم يبعد الأشياء هذه الأدوات؟ طبعا يختلف أستاذ الكريم من طالب لطالب، هناك طالب بصري، هناك طالب حسي، هناك طالب سمعي. النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب المسلمين في يقول لهم إن في الجنة ما لا عين رأت، يخاطب بصريين، وما لا أذن سمعت، يخاطب السمعيين، ولا خطر على قلب البشر، يخاطب الحسيين. بالتالي يختلف من طالب لطالب لطالب. احنا اليوم نتكلم عن خليط من الطلاب اليوم يتابعونا، هناك طالب بصري، هناك سمعي، هناك حسي. ولكن انا اقول للطالب اللي يحب الزخرف زخرف، بشرط تزخرف بهذه الطريقه الحين بنوضح على السبوره. اذا دخلنا استاذ طلال في الخارطه الذهنيه على طول، راح نزخرف الحين بهذه الطريقه. نعمل دائره في منتصف، نجيب ورقة A4 ونعمل دائرة في منتصف، ومن ثم نطلع منها بعض مثل بعض التفرعات. التفرع الأول طبعا مثلا أنا خليني في التاريخ دائما، في التاريخ تخصص في التاريخ، فدائما في التاريخ مثلا نقول الانفجار السكاني، الانفجار السكاني، ونطلع تفرعات منه اللي هو مثلا أسبابه، ويعمل الطالب كذا. بعدين نطلع هنا مثلا المشكلات وأيضا تفرعات، هنا يرسم رسمة كرة أرضية مثلا منفجرة وغير ذلك، وهنا يرسم رسمة 3 أبعاد. الرسمة هذه إيش فائدتها؟ بأنها تصور، يعني دائما يقول تذكر المعلومة صوري وليس بس كلمات، يعني 80% أيوة 80% تذكر الإنسان صوري اصلا ليس كلمات، بالتالي وجود الرسومات هاي تغني. وهنا ايضا تفرع اخر، هنا تفرع اخر، تفرع اخر. هنا اطلب من الطالب كل تفرع بلون مختلف، هنا لون وهنا لون وهنا لون وهنا لون وهنا لون، كل تفرع لون مختلف. الكلمة هذه الانفجار السكاني تكون بنفس طول هذا الخط، بنفس طول الخط الانفجار السكاني. ليش؟ احنا اليوم نريد نعمل هذه الخارطة كامل استاذ الكريم تشبه عقل الانسان بالضبط. توني بوزان العصبية. بالضبط توني بوزان لما اخترع الخارطة الذهنية ماذا فعل؟ اخترع خارطة ذهنية وهي تحاكي عقل الإنسان، مكون من خلايا ومكون من روابط، الخلية موجودة في النص وبينها روابط. نقول للطالب اليوم وانت تذاكر في كل معلومة يطلع رابط جديد، هذا الرابط يكون نوعا ما رقيق، لكن أثناء مراجعة راح بعد شوية متأكد بعد شوية جيني اتصالات وراح يسألونا، احنا راح ننسى المعلومات وراح نجاوبهم نفس الإجابة، نقول لهم الرابط ما زال ضعيفا، كيف ممكن نخلي الرابط متين وقوي جدا عن طريق المراجعة؟ وراح نتكلم أيضا كيف وكم مرة لازم الطالب يراجع المعلومة، كل هذا إن شاء الله من خلال تفاعل المكالمات وغير ذلك راح نشرحها بالتفصيل ممل إن شاء الله للمراجعة، كيف يخزن المعلومات وكيف يسترجعها وكيف ممكن أيضا يعمل رابط سواء كان صوري أو عن طريق كلمات أو عن طريق أشياء أو إيقاع أو غير أشياء أخرى إن شاء الله. تمام أستاذ طلال، يعني خلنا الآن إذا كان ما في مكالمة ما احنا راح يكون عندنا اتصال الان مع احد المدربين. جميل. طيب تكلمنا عن الخلايا العصبيه، ندخل مباشره في كيف انا اقوي الخلايا العصبيه. على فكره الدماغ فيه اكثر من 250 مليون خليه عصبيه. جميل. كيف اقويها؟ جميل. طبعا الموضوع الذاكره استاذ العزيز اليوم العلم يوميا، تقنيات يوميا، معلومات، حتى موضوع الخلايا، موضوع الروابط اللي يقول يوميا في دراسات علمية تؤكد بأنها تزداد وتنقص وغير ذلك. المهم كيف نقويها؟ عن طريق المراجعة. الآن لما تعطيني أنت معلومة، لما قبل دقائق قلت لي خارطة ذهنية، هذه معلومة ربما جديدة بالنسبة لي أنا، فهذه المعلومة ما زال الرابط عندي رقيق أو ضعيف، لما أراجعها بعد ساعة يصبح قوي، لما أراجعها بعد يوم يصبح أقوى، لما أراجعها بعد أسبوع يصبح أمتن، لما أراجعها بعد شهر يصبح قوي جدا، لما أراجعها بعد 3 أشهر
يصبح قوي جدا جدا جدا، ينتقل مباشرة من الذاكرة قصيرة المدى إلى الذاكرة بعيدة المدى. نؤكد علميا، وهذا العلماء أكدوها علميا بإذن الله، لما تنتقل المعلومة الذاكرة بعيدة المدى الطالب يستطيع يحتفظ بهذه المعلومة إلى ما شاء الله. يعني ممكن الطالب يلخص وحدة كاملة أو درس كامل من خلال الخارطة الذهنية؟ كامل، ممكن كامل درس كامل، واحنا عملناها في الدراسة الاجتماعية، عملناها وفي الدورات دائما نطبق لهم كتب، اجيب لهم كتب ونلخصها كامل، كتاب كامل لخص كتاب الوليد بن طلال حوالي يمكن 250 صفحة في صفحة واحدة، كامل كل حياته بصفحة واحدة بالتفرعات وفيها بعض الروابط الموجودة. جميل، ممتاز. طيب ناخذ سؤال بريد الكتروني من الطالب عمر العميري، يشكر طاقم البرنامج على هذه الفرصة التي أتيحت للطلبة. يقول في مشكلة الطالب عند أولياء الأمور، يعني يقول لك ولي الأمر في وقت المذاكرة الأيام التي تسبق المذاكرة وهذه الأيام عامل ضغط إضافي على الطالب. جميل، فأنا كيف أتخلص من ضغط، من يعني هو كما يعني يكتب أن لما يسأل ولي الأمر الطالب يعني ذاكرت كيف أديت الامتحان، يقول له تمام، أو يقول له الامتحان سهل جدا، يقول له ما عليه النتيجة بعدين بتبين، يعني هذا ولي الأمر من باب التهكم. أيوة. وإذا قال له الامتحان صعب يقول له طبعا أنك ما ذاكرت، فيقول هذا مسبب لنا صراع نفسي معنا، كيف احنا نتخلص من هذا الكلام؟ جميل، اول شيء نوجه رساله عاجله لاولياء الامور، نقول لهم يعني بالعكس اليوم ابنائكم بحاجه لدعم نفسي اكثر من اي دعم اخر. يعني بعض اولياء الامور اللي نصادفهم، البعض، واقول البعض ولا اعمم وهم قله ان شاء الله، البعض يعتقد بان توفير الطعام والملبس والنقل للطلاب هو هذا اهم شيء، وانا اقول لهم لا، هناك شيء أكبر من ذلك وهو الدعم النفسي. اليوم أبنائكم بحاجة لدعم نفسي، وهنا دائما نخص الرسالة لأولياء الأمور، نخص لأولياء الأمور نقول لهم ابنك بحاجة إلى دعم نفسي، والرسائل اللي تخاطبها ابنك الإيجابية تلعب دور كبير جدا في نفسية هذا الابن في أثناء المذاكرة وبعد المذاكرة وقبل هذه المذاكرة. وأقول للطلاب اللي هم الآن واقعين في هذه المشكلة، اللي واقعين في مشكلة التهكم وغير ذلك، أقول لهم ارسموا دائرة هكذا. طبعا انا اجتهد اجتهادات شخصيه واتمنى ان شاء الله تكون اجتهادات صائبه. دائره نكتب عليها دائره الاهتمام، والله السبوره جديده ما اعرف خطي كيف يطلع فيها، المهم انه يكون مقروء. دائره الاهتمام، واقول للطالب هنا الدائره ضع فيها الاشياء المهمه، كيمياء، فيزياء، هذه الاشياء المهمه، المواد اللي ذاكرها انت. كل ما ياتي من خارج الدائره تهكم سواء ولي الأمر أو تهكم الجيران أو تهكم زميل لك، هذا كله داخل خارج دائرة الاهتمام. خاطب نفسك دائما لما يجيك أي نقد من الخارج، سواء كان من ولي أمر سلبي، أنا أقول سلبي، الإيجابي ما يسوي كذا، ولي أمر الإيجابي، إذا كان ولي أمر سلبي أو يأتيك من خلال زميل لك، والله يقول لك واحد يعني داخل كثير، فزميله يقول له إيش الذاكرة عم بتطلع القمر إن شاء الله، في بعض الناس كذا صادفناهم. فأنت دائما خاطب نفسك، سؤالك التهكم اللي جاك هل هو من داخل الدائرة أم من خارج الدائرة؟ إذا كان من خارج الدائرة لا تلتفت له، ودائما كن أصم مع المثبطين. إذا كان من خارج الدائرة فتأكد بأن هذا شيء إيجابي. داخل الدائرة يضع الناس الإيجابيين، يضع أمه إذا كانت إيجابية، يضع أبوه إذا كان إيجابي، يضع أخوانه كان إيجابيين، الناس الحريصين عليه. أي نقد يأتي من داخل الدائرة فهذا نقد إيجابي يؤدي لتحسين هذا العمل. جميل. لكن أي نقد يأتي من خارج الدائرة لا يعير أي اهتمام ويكون أصم لهذا النقد. وبالتالي على فكرة هذه أطبقها مع نفسي، يعني دائما حتى في كل شيء في حياتي أطبقها مع نفسي، إذا جيني نقد من خارج الدائرة ما يعير أي اهتمام، لأنه دائما أسأل نفسي داخل الدائرة ولا خارج الدائرة، خارج الدائرة يعني ما مهم بالنسبة لي. فعلا قرأت هذا الشعار في معاك يعني. طيب أستاذ طلال، نأخذ أولى المكالمات للأستاذة نادية بنت راشد المكتومية، مدربة في التنمية البشرية. مساء الخير أستاذة نادية. مساء الهدوء والاسترخاء أخ عبد العزيز وأخ طلال، مساءات إن شاء الله بعيدة عن القلق بإذن الله. أستاذة نادية، إحنا اليوم يعني نحاول أن نقتنص كل فرصة ونستثمر كل وقت مع المبدعين أمثالكم، وياريت لو تعطينا نصائح وإرشادات للحد من القلق، يعني لا تخلو، يعني تواصل الطلاب لا يخلو من قلق، دائما يكلمونا عن القلق، كيف يتخلص الطالب من القلق قبيل الامتحان، هو بكرة عند امتحان، كيف يتخلص من القلق اليوم؟ صحيح، إن شاء الله بنحاول في هذه الدقائق نسلط قبل الدخول في النصائح على ماهية القلق. القلق أولا هو سمة تميز الإنسان، سمة يعني الله سبحانه وتعالى فطر الإنسان عليها من باب التكيف مع متطلبات الحياة، فهذا شيء طبيعي.
القلق الوسطي مطلوب، يعني كل الطلاب ماخذين فكرة سيئة عن القلق، إذا كان القلق طبعاً وسطي وصحي فهذا قلق مطلوب. الخطورة في القلق ما يتجاوز الحد الصحي سواء بالنقص أو بالزيادة، أحياناً يكون النقص هو أعراض وأعراضه اللامبالاة. فنجد بعض الطلاب الذين يعانون من قلة قلق، إذا صح التعبير، يكون عندهم نوع من اللامبالاة، وبالتالي يهملون المذاكرة ويهملون الاستعداد الجيد للاختبارات، وهذا أيضا نوع من القلق لكن قلق سلبي. الجهة الأخرى أو الجهة المقابلة اللي هو زيادة القلق، أيضا زيادة القلق تعتبر سلبية ولها أعراض نفسية وجسدية على الطالب. إذا ما هي المعادلة؟ المعادلة هو أن نحافظ على قلق صحي وقلق وسطي، وطبعا هذا يتأتى عن طريق الطالب بنفسه وعن طريق دعم الأسرة وعن طريق أيضا دعم المدرسة والتهيئة النفسية في التعامل مع مثل هذه الحالات. تمام أستاذة نادية، يعني احنا نعتبر الطالب إذا أيضا يعني إذا لم يكن عنده قلق فهو طالب مستهتر، القلق مطلوب إلى حد ما. هو مستهتر حد ذاته أخ عبد العزيز، هو أحيانا من شدة القلق يصاب الإنسان بحالة عكسية، يعني يصبح عنده يرجع إلى العكس، فهو من شدة القلق يظهر عنده نقص في القلق، وهذا يوصله إلى حالة نسميها حالة التبلد أو حالة اللامبالاة. يعني أقرب يمكن فكرة لهذا الفكرة الحزن. أحيانا الإنسان لما يكون يعني يدخل في يعني حالة عميقة من الحزن يشعر بنفسه بأنه ما حزين، بس هو للأسف في قمة الحزن، ويمكن يكون تعدى مرحلة الحزن اللي هو السلبي إلى مرحلة أعلى من هذا الحزن نسميها مرحلة حتى الصدمة في علم النفس. نفس الشيء في بالنسبة إلى القلق. بخصوص القلق، طبعا القلق أنا ما يعني على أساس نكون واضحين في نوع من الشفافية في الطرح، القلق ليس وليد ليلة الاختبار، والاختبار ربما يكون مثير يزيد من حالة القلق، لكن ربما هذا القلق هو غراس لثقافة نشأ فيها هذا الطالب عن طريق المدرسة، عن طريق الأسرة، عن طريق الأصدقاء، عن طريق المحيط بشكل عام. أنا ما أجي أقول للطالب أيام الامتحان خفف القلق وحاول أن أعطيه بعض النصائح بعض الإيجابيات وأنسى المرحلة السابقة اللي هي من بداية الفصل الدراسي إلى وقت الامتحان، لأنه الاستعداد الجيد من بداية الفصل الدراسي وأساليب المذاكرة وتنظيم الوقت والإرشادات والنصائح التي يأخذها الطالب من الأسرة ومن المدرسة بخصوص الاستعداد للاختبارات وبخصوص أيضا التعامل مع حالات القلق، هذه لها دور كبير قد يشكل نسبة 90% من مخفضات القلق في أيام الاختبارات أو في ليلة الاختبار أو في فترة الاختبارات بشكل عام. هذه نقطة يجب أن لا نغفلها، يعني سواء كنا كأسرة أو في المدرسة أو حتى الطالب بنفسه، الاستعداد جميل. مطلوب للتقليل أو لتجنب حالات القلق التي يقع فيها الطلاب أثناء فترة الاختبار. جميل جدا أستاذة نادية المكتومية، أشكرك على هذه المداخلة الجميلة، وإن شاء الله يستفيدوا منها مجموعتنا المثابرة المجتهدة من الطلبة والطالبات. شكرا لك أستاذة نادية. العفو، أحسن استاذ عبد. شكرا، أتمنى لك التوفيق إن شاء الله. مباشرة خلنا ناخذ أيضا اتصال من الطالبة هاجر. هاجر مساء الخير. مساء النور، كيف حالكم أستاذي طلال؟ حياك الله يا هاجر، مساء الإبداع. مساء الإبداع إن شاء الله ولا يهمك. كان عندي، أنتو طرحتوا أنه في المذاكرة عندنا في المواد الأدبية أن نسوي بالخارطة الذهنية. فنحن زي الطلاب العلمي المواد العلمية عندنا الكيمياء والفيزياء والأحياء والرياضيات، فيكون عندنا ضغط في المذاكرة خاصة في المواد الفيزياء والكيمياء، يكون عندنا أكثر من قانون، فلما نجي نذاكر في وقت الامتحان يصير عندنا لخبطة بين القوانين، فكيف أنا أحل هذه المشكلة؟ يعني كيف الطريقة للمذاكرة الصحيحة في المواد العلمية مثل الكيمياء والفيزياء؟ جميل جميل يا هاجر، جميل، واضحة الملاحظة، شكرا لك يا هاجر. العفو، شكرا. أستاذ طلال، أستاذة نادية تكلمت عن القلق، يعني ما في امتحانات إلا وتسبق هذه الكلمة المتكررة، خلينا نتخلص منها هذه. طبعا وش احيي استاذة نادية ما شاء الله، يعني مداخلة جميلة ورائعة وعلمتنا الأمانة أشياء جديدة، وفصلت في موضوع القلق الإيجابي والقلق السلبي، وبالفعل قالت كلام جدا رائع، وأن القلق موضوع طبيعي جدا عند البشر، من لا يقلق يعتبر يعني غير يعني
الانسان غير سوي، لان القلق من الشخصيه وغير مهتم ايضا. ايوه من الشخصيه السويه الانسان يقلق، ولكن بشرط القلق المحفز، القلق الايجابي، القلق الذي يود ان ينتج فيه الانسان انتاج افضل. ليش؟ انت تقلق عشان تكون افضل دائما. فلذلك قالت كلام جميل جدا، قالت بان الامتحان هو مجرد مثير للقلق وليس وليد للقلق. بالفعل هو مثير للقلق، يعني القلق موجود اذا كان ما في استعداد. لذلك المعادله كالتالي، احنا راح نعمل المربعات الاربعه وراح نتكلم عن كيف ياتي القلق عند الطالب. راح نتكلم عن اربع مربعات مهمه جدا، مربع مهم وعاجل، مربع مهم مهم وغير عاجل، مربع عاجل وغير مهم، غير عاجل وغير مهم. ونقول هنا ألف وهنا باء وهنا جيم وهنا دال. كنت دائما لما أسأل الطلاب وأسأل في الدورات التدريبية أي مربع هو الأهم من هذه المربعات، دائما أسمع الإجابة بأن مربع واحد هو الأهم، الألف مهم وعاجل. المهم والعاجل هذا مربع القلق. إذا تحدثنا عن القلق، القلق والطواري والخوف والارتباك، هذا هو مربع القلق، مهم وعاجل. ليش؟ واحد دخل بيته وحصل ابنه مثلا سقط ابنه فأصيب، مهم وعاجل يوديه إلى الطوارئ مباشرة. هل حياتنا كلها طوارئ في طوارئ؟ سؤال. هل الطلاب يجعلوا حياتهم كلها طوارئ في طوارئ؟ لا، محتاجين نغير المربعات. أيوة، إحنا بحاجة اليوم إلى ماذا؟ إلى تعجيل. ليش نقد الحلقة هذه؟ كان جميل لو كانت في بداية العام الدراسي. بداية العام الدراسي كنا نبين للطلاب بأن لا تخلي الامتحانات تذهب إلى المربع الثاني، لا يخلوها المربع، جعلوها في المربع الثاني، ما تروح المربع الأول. الآن الامتحان في بداية العام الدراسي، الامتحانات مهمة ولكنها غير عاجلة. إذا مهمة ولكنها غير عاجلة. غير عاجلة، مهمة نعم عشان ينجح الطالب، لكن ما جاء وقت. أحسن، من ناحية الزمنية هي بعيدة، بعد 3 أشهر، بعد 3 أشهر. ولكن ما الذي يحدث أستاذ العزيز؟ الذي يحدث الطالب يبدأ يسوف، يؤجل مذاكرة ويؤجل مذاكرة ويؤجل مذاكرة، بعيد بعيد، بعد شهر بعد شهرين، إلى أن يأتي موعد الاختبارات. أول ما يجي الاختبارات كانت هنا، الاختبارات كانت في هذا المربع اللي هو مربع هنا، كانت الاختبارات في بداية العام الدراسي، بداية العام كانت هنا في هذا المربع. ولما بدأ يسوف ويؤجل ويؤجل ويؤجل، تنتقل الاختبارات تدريجيا إلى هذا المربع اللي هو مهم وعاجل. هنا يبدأ القلق. لماذا؟ لأن حولها الطالب بنفسه إلى مربع الطوارئ ومربع القلق ومربع اللي هو الارتباك. نطلب من الطالب اليوم، نتأكد مليون بالمئة الطلاب اللي مذاكرين من بداية العام الدراسي ومستعدين نفسيا، القلق اللي عندهم هو قلق إيجابي، قلق الإبداع وقلق الإنتاج، وأقل من غيرهم اللي غير مستعدين جدا. وعلى فكرة هذا القلق اللي عند الطلاب المستعدين المذاكرين المستعدين لا يتجاوز 3 دقائق فقط، 3 دقائق بداية الاختبار، وأعتقد أول اختبار فقط 3 دقائق طبيعي جدا، ربما يحس نوع من الربكة، بعد 3 دقائق يختفي تماما، لأنه مستعد جدا لهذه المعركة الجميلة ومتهيئ نفسيا وأيضا معلوماتيا. جميل، يعني إذن الطالب مطالب منذ بداية العام يعني يخطط، لكن هذا ما يمنع أن الطالب يعني يمكن أن يتدارك فيما بقي من الوقت، ولكن بطريقه يعني مضغوطه اكثر مما لو كان منذ بدايه. جميل، ذكرت هذا النقطه، عشان ما يقول ان الطلاب اللي ما مستعدين يقول والله احنا ترى خلاص ما استعدينا والحين عاد وصل الامتحان. انا اقول لهم يعني عمرنا في حياتنا ما قلنا بان فات الاوان، لا، عمر الاوان لم يفت، ولكن بامكانك طالب تتدارك هذه الاشياء عن طريق ماذا؟ المضاعفه، مضاعف المذاكره. اذا كنت تذاكر 3 ساعات اليوم تذاكر 6 ساعات، اذا كان 6 ساعات ضاعف المذاكره، مع تقنين يعني منظم جدا لموضوع المذاكرة، أوقات المذاكرة، أوقات الراحة، أوقات أيضا الاسترخاء. جميل، هنا رسالة من ميار المسكرية، أشكركم على هذه الإفادة الطيبة وهذه الحلقة والحوافز والتشجيع الذي تقدموه لنا من خلال هذا البرنامج الرائع، لكم جزيل الشكر والتقدير ودمتم في رعاية الله. شكرا يا ميار، وهذا هدفنا إحنا، الدفعات المعنوية نحتاجها، سواء قبل الامتحان، في وسط الامتحان، بعد الامتحان. خلونا نستمتع نعتبر الامتحان كذا يعني مرحلة هي تعدي على كل طالب، على فكرة أستاذ طلال يعني تمر على الجميع، لكن من يكون هو أهدى وأقل قلق هو الذي يتجاوزها بشكل ناجح أكثر. بالضبط. طيب الآن الطالب يعني ينام ليلة الامتحان. جميل، خلينا أعيش الأجواء مع الطلاب كما لو كنت فعلا مكانهم. ليلة الامتحان بعض الطلاب يقول لك أنا ما أنام للصبح، فعلا أنا ما أنام.
جميل. طبعا اللي ما ينال للصبح هو هنا في خطاب مع ذاته خطاب سلبي، هو يخاطب ذاته خطاب سلبي. طبعا البعض من الطلاب اليوم ربما يقول بأن هذا كلام تنظيري أو كلام والله كلام كتب. أنا أقول لهم لا، إحنا كنا طلاب، أنا كنت طالب، وأقول لها الأمانة لما كنا ندخل الاختبار مستعدين له نفسيا، للأمانة أستاذ الكريم كنت أستمتع وألعب في الامتحان، خاصة الاختيار متعدد كنت ألعب. ليش؟ أنا محضر تحضير ذهني جيد ومداخل الاختبار زين. أول ما دخل الاختبار أبدأ أشوف الاختيارات، الأربع اختيارات، وأبدأ وكأني ألعب هنا وهنا وهناك. والوهلة الأولى طبعا دائما يقال هي الإجابة الصحيحة هنا. لذلك احنا اليوم نتكلم من باب تطبيقي وباب عملي، احنا جربنا بهذا النموذج. ليلة الامتحان أيها الطالب أنت أمام خيارين، إما أن تخاطب نفسك سلبا وبالفعل تسهر حد الصباح، وإما تخاطب نفسك إيجابا وراح إن شاء الله تنام وتقر عينك، راح تنهض وعندك نوع من القلق الإيجابي الجميل، تروح للامتحان وتؤدي أداء ممتاز. ما الذي يفعل الطالب الآن؟ أنا اليوم أركز على التقنيات وأشياء عملية، التفكير، السلوك، الشعور، خلينا ندخل في هذا المثال. خلاص اتفقنا، جميل. إذن خلنا نعملهم بالترتيب، التفكير في الأعلى، بعدين الشعور. طبعا أنا أستمتع لما يكون يعني المقدم البرنامج في ثقافة عالية، استمتع لأني أحس كذا. لا مش هذا، أحس أنه يعلمني ويعطينا أشياء جديدة. الله يبارك فيك، من حسن ظنك. جميل. طبعا التفكير، شعور، سلوك، عادة. أنا أقول دائما للطلاب الآن مثل ما واضح، وخليهم بس يشوفوني هنا على الكاميرا، أقول للطالب دائما بأن عندنا تفكير. أي فكرة تأتي أيها الطالب لك، فكرة بعد الفكرة، إذا كان فكرة إيجابية سيأتيك مشاعر إيجابية، فكرة سلبية مشاعر سلبية. إذا أنت فكرت الامتحان يكون سهل تأتيك مشاعر الاستقرار ومشاعر الهدوء والطمأنينة، إذا فكرت الامتحان صعب تأتيك مشاعر الخوف والقلق والاضطراب. فكرة بعدين شعور، الشعور هذا ينتج عنه سلوك. إذا كان شعوري أنا سلبي ما راح أنام سلوكي، إذا كان شعوري إيجابي راح أنام. بالتالي تفكير، شعور، سلوك. يعني خلي يغير واحد عشان يتغير البقية. يا سلام يا سلام. إيش اللي يصير عند الطالب؟ إيش يصير عند الطالب لما يقول أنا والله دخلت الامتحان والمعلومة أنا عندي بس ما متذكرنها؟ الذي يحدث أستاذ الكريم بأن الشعور يأتي أعلى من التفكير. الشعور، القلق والإضطراب والخوف تأتي في الأعلى، بالتالي لا يستطيع اتخاذ أي قرارات. متى يصير الشعور أعلى من التفكير؟ في حالات الصدمة وفي حالات الخوف والارتباك. دائما لما أي شخص يجي خبر محزن أو صدمة معينة ما يستطيع حتى ينزل بمستواه العقلي إلى كأنه طفل صغير. تذكرتني أستاذ طلال بأحد الطلاب يقول أنا يضربني غم، يعني لما أسلم ورقة الإجابة للمراقب أطلع من عتبة الباب تجيني المعلومة. جميل. خلاص ما في مجال لك تأخذ الورقة يعني. إحنا خليه المعلومة تجيه هو جالس في كرسي إن شاء الله. بعد شوي نعطيه استراتيجية إيش راح يسوي، والمعلومة بإذن الله راح تجيه هو جالس في كرسي إن شاء الله. اللي حاب أركزه فيه في هذا الموضوع كامل بأن دائما يجعل التفكير في الأعلى. أول ما يحس الطالب بأن الشعور أصبح في الأعلى، نصيحة مني ما يجاوب أي سؤال. أول ما يحس أنه ارتباك وخوف وقلق ما يجاوب أي سؤال، وإنما يستخدم استراتيجية أخرى راح نتكلم عنها إن شاء الله. جميل. سؤال كذا يعني جميل من الطالب خلفان بن سليمان لهيبي، يقول يعني الملاحظ، يقول طيب أنا طالب بما معنى فحوى سؤاله، يعني يقول أنا طالب وأنا اللي بيأدي الامتحان، أنا واثق من قدراتي ومذاكر وكذا وما عندي أي خوف، من اللي خايف؟ الأب والأم. أيوه. فالحين عاد خلونا ندور علاج للأب والأم عشان يقل القلق. كلامه صح، كلامه صح. أنا أعرف أمهات يقول أنا حتى لو ما أخاف هو يسبب لي خوف يعني كذا أو قلق. بالفعل إحنا نعرف أمهات عندها طوارئ، يعني طوارئ بالفعل، وهذا شيء غريب. ليش؟ أصلاً هذا يأتي من الصغر أستاذ العزيز. إحنا أصبح إن يعني ما أعرف، أنا حضرت دورة لإبراهيم الخليفي قبل أيام، يقول إحنا عندنا فلسفة خاطئة إن الأم هي اللي تذاكر الابن، أم تذاكر الابن وهي مسؤولة عن تعليم هذا الابن. لا، مدرسة مسؤولة عن تعليم الابن ليست الأم. طبعا أنا أعرف في ناس راح يعارضوني الآن يسمعوني، ولكن أقول لهم هذه استراتيجية خاطئة. لازم يعرف هذا الابن إن لو ذاكر هو اللي راح ينجح، ما ذاكر هو اللي راح يرسب، هو يتحمل مسؤولية خياراته هذه وهو صغير. من هو صغير احنا نربيه بأنك أنت مسؤول عن هذا القرار، ذاكرت راح تنجح راح تبدع ومن ثم راح يكون لك مكانة في المجتمع، لم تذاكر راح يكون العكس تماما. احنا اللي يصير معنا الغير، اللي يصير معنا الأم هي تجلس مع ابنها وغصب منك الذاكرة وغير ذلك. بالتالي هذه عبارة عن ثقافة كاملة، ممكن في حلقات أخرى راح نناقشها. اللي حابة وصل له هنا، حتى المذاكرة نفسها
يعني حتى مداخرة نفسها. أنا خلينا أرجع لي لأيام الصغر مثلا، تجي الأم مع ابنها أيام صف الأول ابتدائي، خلينا إحنا نجي الأشياء هذا الموضوع من الصغر، تقول لابنها مثلا اسم أحمد، تقول لابنها انتقلي اسم أحمد، فالابن يقول لها صف ممكن الروضة أو التمهيدي يقول لها أمد كذا، عاد الطفل يقول أمد، تقول لا أحمد، هو يقول لها أمد، فتقول لا أحمد، بعدين بعد أربع محاولات يقولها أحمد، تقول أحسنت. هل أنت علمتي؟ لم تعلمي، أنت ما علمتي شيء، أنت خليتي مثل ببغاه، هو قلت له أحمد فقالك أحمد. المفروض التعليم الصحيح تقول له، تقول أنت يقول أمد، هو ما يقول أحمد يقول أمد، فتقول له كم حرف موجود، فيقولها واحد اثنين ثلاثة أربعة، يقول انتقل الحرف الأول فيقولها أ، ثاني ح مع بعض أح، ثالث ما فدا أحمد. هنا تعلم الطفل شيء جديد. بالتالي إحنا نتكلم اليوم لما يقول لوهيبي بأن أمي ولا أبوي مسويين طوارئ البيت، أقول طبيعي جدا، لأن أصلا البداية كانت خاطئة. إحنا اليوم ما نلوم الأم والأب، ما نلوم الأم والأب على هذا الطوارئ، ليش؟ لأنه هم استمروا على هذا الوضع، فقط نقول لهم الآن رسالة عاجلة، ابنكم بحاجة إلى دعم نفسي إيجابي، دام أنتم حريصين وعندكم قلق دعوا القلق هذا بينكم وبين أنفسكم، ابنكم ما له علاقة فيه، قلقكم هذا بينكم بين أنفسكم، أعطوا ابنكم محفزات إيجابية لكي بالفعل يبدع ويعطيكم الأشياء المنتظرة من الامتحانات. جميل. أنا أكد لك سيد طلال أحد أولياء الأمور ولعل يعني يتابع البرنامج الآن، يعني يقول أنا هو يتابع البرنامج وهو يذاكر والله هو يذاكر بنفسه للثاني عشر في كل المواد، فصارت عنده إمكانيات وثقافة على أساس أنه يتابع ابنه في البيت. سبحان الله. وياريت لو كان يتابع البرنامج اليوم، اتمنى انه يعطى فرصه كذا ويعمل لي مداخله. نوجه له تحيه، نوجه له تحيه احنا. فهو يعني ذاكر بنفس مستوى ويحرص على برنامج درس على هو وعلى الاعاده. الامر الاخر، احد الطالبات العام الماضي، هي اليوم ما شاء الله في كليه الطب، ما شاء الله، العام الماضي تقول انا والدي عمره ما اخذ اجازه في وقت الامتحانات من يوم انا في الروضه الى الحادي عشر، فلما اجى الثاني عشر قال لا ما تروحي مع الحافله، أنا نقلك إلى المدرسة يوميا. فوصلني الكلام، يعني قالت يعني يا ريت توصل الرسالة إلى الوالد أن أنا ما أريد، يعني هو جزاء الله خير يريد يرفع من معنوياتي ويريد يكون معاي وكذا، بس أنا من يوم صغيرة ما شفت هذه الحالة وما شفت هذا الموقف، هذا يعتبر لي بالنسبة لي ضغط. ليش؟ لأن لو تذكرت هذه الأيام والوالد في كل صباح يوديني إلى القاعة ويرجعني من القاعة وبعدين خذلت آخر العام، يعني أنا في صراع ازدواجية. فعلا وصلنا رسالة لولي الأمر واستجاب وعاد قطع إجازة السنوية ورجع مرة ثانية إلى العمل، اليوم بنته في كلية الطب في جامعة السلطان قابوس. أوجه لك كل التحية. ما شاء الله، جميل جدا. طيب سيد طلال، احنا قلنا نام مرتاح وراح الصباح ونكملها هذه العجلة هذه. فضل. أيضا نام مرتاح، ويقول لي كيف نام مرتاح، أقول له الاستراتيجية التالية، انت عندك وكل العلوم البشريه تثبت بان انت عندك يعني يسمى العقل الواعي والعقل اللاواعي، العقل الباطن. العقل الباطن نسميه لاواعي لانه كل مره دائما نقولها لانه لا يعي ما حوله، سمي لاواعي لا يعي ما حوله، بمعنى كل حاجه عنده حقيقه، كل شيء عنده صدق، بالتالي لابد هنا انت مطلوب انك تخدع العقل اللاواعي. كيف تخدع العقل؟ عن طريق الخطاب الايجابي. الخطاب الايجابي يكون عن طريق الحاضر، رسائل حاضره، انا جاهز، ما إن شاء الله راح أكون جاهز وبكرة لا، أنا جاهز، أنا مستعد للاختبار، الاختبار سهل، الامتحانات جميلة، الامتحانات ممتعة. خطاب إيجابي، ما الذي يحدث؟ لما ترد أيها الطالب هذا الخطاب الإيجابي مع نفسك مع ذاتك، تنتقل هذا من العقل الواعي إلى العقل اللاواعي، ماذا يفعل فيها؟ يصدقها، يخزنها، تنعكس على سلوكه أيها الإنسان. بالتالي لابد هنا خطابك يكون خطاب إيجابي. جميل. والخطاب السلبي العكس تماماً، إذا قال والله أنا خايف، أنا مرتبك، أنا تنتقل العقل اللاواعي، يصدقها، يخزنها، وما ينام طول الليل، فهو عندها الخيارين. جميل. وبالتالي إن شاء الله يختار الخيار الأمثل. نأخذ أيضا مكالمة أخرى. سارة مساء الخير. مساء النور. سارة كيف حالك؟ الحمد لله. ما أعرف، أنا الصوت ما واصلني على فكرة. مساء سارة التفاؤل. كيف امتحان اليوم؟ الحمد لله مرة تمام. كيف معنوياتكم أستاذ طلال اليوم؟ يعني يطالب كل مكالمة تكون معنوياتها عالية. إن شاء الله معنوياتنا عالية دائما. طيب. سؤالك يا طلال ومداخلتك. السلام عليكم أستاذ طلال. وعليكم السلام سارة، شخبارك؟ الحمد لله، شخباركم؟ تفضلي. نشكرك أولا على حضورك على برنامج لداس على الهواء، نتمنى اليوم أن يعني تخفف من مشكلاتنا اللي يعني عندنا وتحلها،
أنا مشكلتي إني واجد أخاف من الاختبارات العلمية، الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، يعني أرتبك حتى في الامتحان ما أعرف أحل. جميل. سارة، أيوه، فيعني أنت مشكلتك ولا مسألتك؟ ما أعرف. لا، مسألة مش مشكلة، خليها مسألة. زين؟ خليها مسألة يعني. أيوه مش مشكلة. تمام. احنا استاذ طلال نريد نخلي العقبه عتبه. يا سلام، شيلوا لنا القاف شويه. جميل، خلوا بدل العقبه خلوها عتبه، بدل المشكله نسميها تحدي. جميل. طيب ساره ان شاء الله نجيب على نعلق على كلامها، ما اعرف اذا شكرا يا ساره، اتمنى لك التوفيق. العفو. شكرا، وان شاء الله مسائك جميل، وعندنا بكره اجازه نستعد فيها ونذاكر ونهيئ اجواء المذاكره. ما ادري اذا كانت مداخله الاستاذ حميد جاهزه ولا لا. طيب تعلق على نعلق على ساره ونعلق على الاخت ايضا المتصله اللي قالت اعتقد هاجر. ايوه هاجر وساره متشابهين في اسئلتهم. هاجر كانت تقول مذاكره في المواد العلميه، وساره ايضا تقول بان مشكلتها ايضا في المواد العلميه. احنا قلنا لها مش مشكله، هي مساله، وبالتالي راح نتكلم عن المواد العلميه. حقيقة يعني الخارطة الذهنية تفيد في المواد العلمية والمواد الأدبية. جميل. اللي راح يفرق بين المواد العلمية والأدبية هي الأرقام. جميل. يعني المواد العلمية مليئة بالأرقام، مليئة بكثير من القواعد، النظريات اللي فيها أرقام. طيب نطلب إذا تسمح لي أستاذ طلال، خلينا نوقف على هالنقطة، ناخذ مداخلة أستاذ أحمد. يلا بسم الله. بعد إذنك. جميل. أستاذ أحمد الهنائي مدرب أيضا معتمد في التنمية البشرية. أستاذ أحمد مساء الخير. مساء النور استاذ عبد العزيز، ومنور لمشاهديك الكرام، ومساء طيبا والقا لمدربكم او لضيفكم الكريم المدرب المبدع الاستاذ طلال رواحي. حبيبي حياك استاذ احمد، انت كنت معنا في اولى الحلقات، وايضا نتشرف ان تكون معنا خلال هذه الدقائق ايضا مع الله يبارك فيك الطلبه والطالبات. لي الشرف استاذ عبد العزيز، وحقيقه كما يقال لا عطر بعد عروس، لقد وضع المقصله على المفصل استاذ طلال، ولكن لا بأس فعلا أن أعطي بعض النصائح البسيطة وأبني على ما وصل إلى ما وصل إليه الأستاذ طلال. كنت قبل الصلاة أستمع إلى الأستاذ طلال. نعم. وكان كلامه يعني جميلا كما يقال، يلذ إلى يدخل إلى القلب بدون استئذان. الله يحفظك. احنا نريد يدخل فعلا بدون إلى القلب بدون أي استئذان. حقيقة أستاذي أنا أبني كلماتي البسيطة التي أرجو أن تكون يعني من أخ مخلص صادق إلى كل من يشاهد هذا البرنامج من الإخوة والأخوات الطالبات الذين هم في أهبة الاستعداد، وأنا متأكد أنهم مستعدون استعدادا تاما، يبقى فقط أن هذه الكلمات البسيطة تؤهلهم نفسيا للدخول إلى الاختبار باطمئنان. وكما يقال الأستاذ طلال بنى قاعدة حقيقة، وهي كما يقال في علم البرمجة العصبية اسمها نموذج مرسيدس، اللي هي التفكير والمشاعر والسلوك. ولذا بعض الناس تفكيريون، وبعض الناس مشاعريون، وبعض الناس سلوكيون. إذا سأبدأ من هذا المنطلق، أنه يبني العقل، تقول قاعدة أن العقل يبني على آخر تجربة. فالذي أوصيه لأخواني وأخواتي الطالبات أنه قبل النوم من اليوم القادم، أو أن يعني هذه الليلة ينام لليوم الذي بعده بلا الاختبار، أرجو أن يكون دائما بتفكير، أي تفكيره يبنى على آخر، العقل يبني على آخر تجربة. وما هي آخر تجربة يبني عليها العقل؟ اللي هو التفكير. إذا تفكيرك يبني على آخر تجربة، وبالتالي يؤثر على اليوم القادم في الاختبار. الذي أرجو من أخوان الطلبة أن يركزوا في هذه الكلمات التي سأقولها، عندما يبني على آخر تجربة اللي هو بالخيال، يبني بأنه سيكون واثق من نفسه إن شاء الله تعالى، هو ذاكر اللي عليه والبكى على الله، وليثق تماما بالله سبحانه وتعالى بأن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله، وهو أحسن العمل، فإن الله سبحانه وتعالى لا يعيبه إن شاء الله. ثم بعد ذلك يبني أنه يتخيل الموقف الاختبار، يتخيل مكان الاختبار، يتخيل المادة وسهولتها، يتخيل الأسئلة وكأنها من المكان الذي ذاكر فيه وركز فيه، ثم يتخيل بأنه تنهمر المعلومات من عقله انهمارا وهو يكتبها بكل سلاسة ويسر. يتخيل أيضا ذلك الاطمئنان الذي يكون كالبرد على قلبه وعلى عقله. إذا هذا التخيل يجعله مطمئنا مرتاح البال، يساعده على النوم المريح، ثم بعد ذلك يصبح وعقله الباطن يساعده بأن يكون في اليوم الصباح الباكر. هذه أستاذي الكريم، هذه مجربة تجربة علمية، أرجو أن يكون هذا الكلام يؤخذ بما أخذ الجد وما أخذ العلم.
والأمر الثاني الذي أرغب أن أعطيه هدية لإخواني الطلبة والطالبات هو ما هو غذاء العقل؟ النفس العميق أو التنفس أو الأكسجين. إذا كيف أستطيع أن أجعل العقل غير متوتر اللي هو التفكير والمشاعر غير متوترة؟ عن طريق النفس العميق. لذلك أنت عندما بنيت قاعدة لعقلك وتفكيرك بالإيجابية تعطيه أكسجين، وبالتالي يقل التوتر في العقل، تستطيع أن تستدعي المعلومة في وقتها وبسهولة. وهذه التنفس العميق يوجد 30 نوع من أنواع التنفس حسب قواعد علم النفس، ولذا سأعطي يعني أهم نقطة اللي هو الاسترخاء، لأن التوتر عدو النجاح. وكما ناقش أستاذ طلال زميل الأخ الرائع ناقش قضية اللي هي التوتر في أثناء لقاعة الامتحان هو الذي يجعل العقبة الكؤود في الطالب أنه لا يستطيع أن يستدعي المعلومة، علما أنه يعرفها أن يعرفها أن المعلومة في ال في ال في, ال في الورقة في الأمام في الورقة اليمين فوق، بس ما قادر يتذكرها. ما هو السبب يا ترى؟ اللي هو التوتر، سرعات ضربة القلب، سرعة ضربة القلب، يعني عندما يكون اللي هو ينزل الإنسان إلى العقل المشاعري وبالتالي تكون المشاعر متوترة، إذا لا يستطيع يؤثر على العقل وبالتالي يكون في توتر وقلق. عندما يأخذ نفس عميق مقدار 4 حركات ثم يكتم مقدار 2 حركات ثم يخرج الأكسجين عن طريق الفم أو ثاني أكسيد الكربون عن طريق الفم مقدار 8 حركات، بعد ذلك يسترخي فعلا ويحس بالاسترخاء، العقل يسترخي لأنه غذي بالأكسجين، بالتالي يستطيع أن يستدعي المعلومة وبسهولة. نعم أستاذ أيضا حميد. أعطي حقيقة يعني إشارات سريعة وقد يؤكد عليها أستاذي طلال، إخواني أخواتي الرائعين الله يوفقكم ويسهل عليكم، أنه لا أرجو في ليلة الاختبار وقبل بدء الاختبار في اليوم كاملا أرجو أن لا تراجع لأجل الحفظ، يعني أنا ما أذاكر هذا التعريف حفظ ولا لا، أرجو أن لا يكون مراجعة لأجل الاستذكار وإنما مراجعة لأجل التثبت، فأنا أقرأ المعلومة تثبتا ولا أقرأها لأستذكر، لأنه سبحان الله المعلومة موجودة وفي تلك الوقت وقت توتر، فإذا أنت بدأت تستدعي المعلومة كاستذكار ولم تستدعيها سيؤدي إلى الارتباك وإلى التوتر. وأيضا نقطة مهمة جدا، قبل نصف ساعة من الاختبار أن لا يدخل في جدال مع أي طالب في معلومة ولا مناقشة، إنما يأخذ الأمر ببساطة، ينكت، يأخذ الموضوع بعيد عن موضوع الاختبار، وإنما يذهب بفكره إلى شيء آخر بعيد جدا عن الاختبار. طيب جميل. أستاذ أحمد حقيقة أنا أشكرك على هداياك الجميلة، على هذه الدرر، على هذه المعلومات القيمة التي فعلا ستفيدنا في مسار الحلقة القادمة، ومجموعة الطلبة والطالبات أيضا أكيد أنهم راح يستفيدوا منها. أشكرك الأستاذ أحمد بن سالم الهنائي مدرب معتمد في التنمية البشرية، أتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله أستاذ أحمد. أشكركم جميعا وأشكر أستاذ طلال وأشكر الإخوان الذين يعني يشاهدون هذا البرنامج الرائع، أتمنى لكم كل التوفيق أخي. شكرا لك أستاذ أحمد. الله يبارك. حقيقة جملة من الاستراتيجيات والتقنيات اللي قدمها ولفت نظرنا إلى نقطة غذاء الدماغ، يعني أكيد الدماغ يحتاج إلى الدم المؤكسد، يحتاج إلى الهواء، يحتاج إلى الماء، هذه الأشياء كيف يستفيد منها؟ والأمر الآخر الاسترخاء أو ما يسمى بالترانس في وقت المذاكرة. خلينا نعلق أول على إجابة هاجر حتى ما نفوت شيء يعني. جميل. هاجر وسارة. وسارة وبعدين نعلق على كلام أستاذ أحمد. جميل. طبعا أنت اليوم جبتنا عمالقة أمانة. إحنا يعني نريد أن نستفيد من كل التجارب. وكل واحد أنا متأكد أنه يضيف شيء كبير بالنسبة لا أضاف كثير الأمانة يعني أنا اليوم مستمع على فكرة ومستفيد حالي حال أي مشاهد آخر بالفعل يعني. تواضع منك أستاذي. جميل. نرجع لموضوع سارة وبعدين نعقب لموضوع الأستاذ المبدع أستاذ حميد الهنائي. موضوع سارة موضوع هاجر، المواد العلمية فيها صعوبة في المذاكرة لأن فيها أرقام مليئة بالأرقام مليئة بالقوانين غير ذلك. نحن نقول للطلاب دائما أرقام، إذا استطاع الطالب أن يعمل قاموس صوري للأرقام اللي عنده ما أروع هذا القاموس. بمعنى رقم 0 يحول إلى كرة، 0 كرة، 1 شجرة، 2 مفتاح النور on ولا off، 3 مروحة، 4 سيارة 4 عجلات فيها، 5 يد، 7 مثلا قط، 7 أرواح وغير ذلك. إذا استطاع الطالب أن يعمل قاموس في بداية العام الدراسي، إحنا دائما نركز بداية العام الدراسي، اليوم يستطيع الطالب الحين أنا ارتجال أنا أقدر أعمل قاموس صوري خاص فيني أنا، مثلا 7 قط
ليش؟ سبعة أرواح. أنا أضحك والمعلومة الطريفة على فكرة العقل البشري ما ينساها بسهولة، المعلومة الطريفة والمحزنة العقل البشري يسترجعها دائما ويخزنها دائما. إذا استطاع الطالب أن يخزن الأرقام كصور أؤكد له علميا عن طريق يعني أشياء مجربة ما ينساها بسهولة. لما تسأل سيد العزيز لو سألتك سؤال هل سافرت لمكان سياحي وقلت لي نعم، لو قلت لك إيش تتذكر بترفع عينك كذا باتجاه اليمين تتذكر لي صور، تقول لي بحر، تذكر أشجار. لو سألتك إيش تذكر تكلمت هناك في المكان السياحي ما تتذكر لأن كلمات، لكن الصور تتذكرها. لماذا؟ العقل يخزن الصور، الصور عن ألف كلمة. بالتالي أنا أقول لطلابنا اليوم حولوا الأرقام إلى صور. كثير ما أقول في الدورات يعني إحدى الشيء بالشيء يذكر كنا نقدم دورة في إحدى الدورات وكان التسجيل الحضور عن طريق رقم تلفون رقم هاتف، فسألت الحضور كان حوالي 150 امرأة في الاستراحة من منكم حفظ رقم الهاتف اللي سجل من خلاله؟ ولا واحدة حفظتنا. ليش؟ قالت ما حفظنا. قلت لهم رقم الهاتف عبارة عن بالونتين 9 9 9 كذا والخيط بالونة بالونتين. قلت لهم سيارتين في النص فيل، سيارة أربع إطارات والفيل خرطوم الفيل شكل 6 بالإنجليزي يعني 4 6 4 وطبعا ما نذكر الرقم كان على الهواء لكن قطين 7 7. قال معقول هذا الرقم؟ قلت لهم أيوه هذا الرقم. من حافظ الرقم الحين؟ قال كنا حافظينه. كم؟ بالونتين سيارتين في النص فيل وقطين. لو كان كلامنا عن الذاكرة التصويرية اليوم كنا فعلا اشتغلنا على النصف الأيمن من الدماغ وشغلنا الخيال بشكل كبير. بالضبط بالضبط. أنا أقول المواد العلمية بحاجة إلى 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 خيال، بحاجة لتحويل الأرقام إلى صور، بحاجة أيضا لخارطة مفاهيمية. إذا قالت لي خارطة ذهنية ما تنفعني في في وهي تنفع في المواد العلمية، ولكن إذا قالت ما تنفع ممكن تستخدم خارطة مفاهيم، ممكن تعمل مفهوم في الأعلى مفهوم رئيس ويتفرع منه مفهوم آخر ومفهوم آخر ومن ثم يتفرع منه عدة مفاهيم وغير ذلك. بالتالي المواد العلمية المواد الأدبية أنت أيها الطالب قد حددت مسارك، إما تريد مواد علمية وأدبية حسب ميولك ورغباتك. بالتالي لا تبرمج نفسك بأن المواد العلمية صعبة والمواد الأدبية سهلة، إن ميولك ورغباتك مع المواد العلمية إذا هي الأسهل. ما في قاعدة عامة، البعض يقول قاعدة عامة المواد العلمية هي الأصعب دائما، طبعا مش قاعدة عامة أبدا. جميل، نأخذ مكالمة أنوار. أنوار مساء الخير. مساء النور. كيف الحال يا أنوار؟ بخير الحمد لله. كيف؟ بس بغي خلينا نسمع الصوت كذا اللي فيه حماس وتفاعل أكثر يا أنوار. إن شاء الله. تمام أنوار. معي مثل ما قلت ما مشكلة مسألة. مسألتي أني لما أطلع من الاختبار يكون سهل الاختبار، بس لما أطلع من الاختبار يعني فينا خوف شديد، فأريد أحل هذه المشكلة يعني. يعني بعد اليوم لما يعني كان الاختبار بشكل ما يتصور سهل، بس لما رجعت البيت يعني فينا خوف كبير. طيب في شيء نقطة معينة تخليك تتذكر الاختبار وتتخوفه منه؟ ما أعرف، يمكن سبب الأجوبة يعني أنا واثقة من نفسي أن حالة، بس فينا خوف لما أطلع من الاختبار. طيب يا أنوار، بس العزيز الخوف يجيها لما تتذكر الاختبار، تتذكر الخوف يجيها ليش؟ ترى هي تكون سألتها هل في شيء معين تخافه منه لما تتذكره؟ طيب هي تقول بشكل عام يعني هي تخاف أكيد يعني تفكر احتمال كل إجابة اللي أجابتها خطأ وكذا. جميل، نأخذ فيصل. فيصل مساء الخير. مساء النور. كيف الحال يا فيصل؟ بخير الحمد لله. كيف المعنويات؟ زين الحمد لله. مرتفعة؟ يعني لا ما أريد يعني احنا نريد معنوياتكم فعلا مرتفعة، لأن فيما بقي من الامتحانات أحتاج إلى هذه المعنويات العالية إن شاء الله. طيب تفضل فيصل. عندي مشكلة في الحفظ. أيوة. بسرعة أنسى لما أحفظ شيء. مشكلة النسيان في الحفظ. أيوة. تمام. طيب يا فيصل هذا بشكل دائم ولا بس يعني قرب الامتحانات ولا قبل الامتحانات بفترة كبيرة طويلة؟ من أول سنة، من بداية سنة. من بداية العام. بس ممكن. أيوة. طيب فيصل. فيصل. نعم. فيصل أنت معي؟ أيوة معك. فيصل انت عندك مشكله ما تحفظ نهائيا؟ ما تحفظ؟ احفظ لكن انسى بسرعه. تنسى بسرعه؟ ايوه. زين تحفظ بعض من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ ايوه. من تحفظ؟ مثل ابو علي بن ابي طالب، ابو بكر الصديق. لا لا من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، من زوجاته. زوجات النبي عائشه بنت ابي بكر. ايوه. عندك ورقه وقلم فيصل؟
ايوه اكتب مزهر، اكتب مزهر. ايوه كتبت مزهر؟ ايوه يلا حرف الميم. ايوه حرف الميم ميمونه. نكتب على السبوره السبوره. ايوه ايوه انا نسيت السبوره بيني وبينك. نكتب شوف السبوره معي في. ايوه معك. حرف الميم اكتب ميمونه. ايوه وحرف الزاء اكتب زينب. وحرف الهاء اكتب هند. وحرف الراء اكتب رملة. كتبت؟ ايوه. طيب الان انا بطلب منك بعد ساعة من الوقت هذا، بعد ساعة تراجع هذه المعلومة. مزهر حرف الميم ميمونة، وحرف الزاء زينب، وحرف الهاء هند، وحرف الراء رملة. طيب شوف بعد ساعة وشوف بعد يوم وجرب، راح متأكد 100% بإذن الله تعالى ان انت ما عندك ابدا مشكلة في الحفظ. جميل. طيب انت تريد استاذ طلال اعطي عبارة اخرى. جميل نعطي عبارة اخرى. عطارد. ايوه نعطيك هذه العبارة. عزام اشترى زينب. فيصل. نعم معنا. ايوه معك. حرف العين عطارد. ايش هي الكواكب الشمسية فيصل؟ كواكب شمسية. ايوه عطارد. ايوه كوكب. لا تابع تابع على الشاشة. عطارد، الزهرة، الأرض، الأرض، المريخ، المريخ، اشترى أكبر كلمة، والمشتري أكبر الكواكب، زينب زاء زحل، والياء يورانيوس، والنون نبتون، وبلوتو، والباء طبعا بلوتو يقول حذفوه الآن مؤخرا ونحطها عزام اشترى زين. يعني احنا نريد وصل انه يكون رابط صفر. أيوة هو فيصل طبعا انا اريد من فيصل بانه يبعد تفكير بانه ما يحفظ، ويبعد تفكير انه هو ما قادر يستوعب ولا، ولكن فيصل بحاجه الى ربط في بعض، يعني فيصل يريد ربط، يريد معلومات، وانا اؤكد له اذا طبق هذه الاستراتيجيه راح يلاحظ انه ما عنده مشكله ولكن بحاجه الى روابط قويه جدا ترجع المعلومه بسهوله. جميل. محتاج هذه الادوات عشان يعني تمكنه اكثر من الحفظ. بالضبط. طيب ايضا عندنا فيصل اخر على الهاتف. فيصل مساء الخير. مساء النور والسرور. كيف الحال يا فيصل؟ الحمد لله بخير. فيصل كيف الامتحانات؟ والله اليوم اختبار اللغه العربيه كان جميل الصراحة، بس جميل. شوي اختبار الرياضيات شوي كان فيه صعوبة بسيطة. جميل جميل. طيب مداخلتك فيصل. بس حبيت استفسر عند الأستاذ طلال الرواحي جزاه الله خير. أنا عندما أبدأ بالاختبار أمسك القلم وانتفض، انتفض يعني شيء غريب، وبعدين أسكر القلم وإيدس انتفض. أمسك مرة ثانية انتفض مرة وأمسكه مرة ثانية بالتالي انتفض. بعد ما يمر الوقت ربع ساعة شذي بعدين امسكها عادي يعني. جميل تمام. يا اخي مو وقت الاختبار ولا يهمك. تمام يا فيصل. أيوه. سؤال اخر طيب. تفضل. يوم ادخل الاختبار اشوف سؤال سهل وتافه مرة، ولكن عندما ابدا بحله انساه بسرعة يعني، ولكني اعرفه بعد. يعني تحس في البداية انه سهل. سهل ومرة عارف جوابه اصلا. لكن بالتالي انسى على طول. تمام يا فيصل تمام. مشكورين جزاكم الله خير. حياك الله. اذا ناخذ سؤال انوار اللي تتكلم تقول ان انا بعد الاختبار اشعر بالخوف. جميل. طبعا يا ريت هناك الاخوان ياخذون المكالمه ايضا مع احد المدربين. احنا كم بقى لنا من وقتنا يا استاذ؟ احنا حوالي 20-25 دقيقه. لا بعد عندنا كثير شغل، عندنا استاذ حميد، عندنا لازم نعقب على كل هذه المكالمات. طيب. زين بالنسبه لانوار، طبعا انوار هي تستدعي بنفسها، تستدعي التفكير السلبي انها هي يمكن حلت خطا. طبيعي جدا، احنا قلنا ايش؟ تفكير شعور. هي الان تفكيرها سلبي، شعورها اصبح سلبي في خوف، بالتالي تستبدل التفكير بتفكير ايجابي، يصبح الشعور بهذا ايجابا. هذا بالنسبه لاخت انوار. انا الان راح نبدا استاذ العزيز باستراتيجيات مهمه جدا، ما ممكن ننهي الحلقه اليوم ما نطبق هذه الاستراتيجيات، لازم نعطي الطالب هذه التقنيات الحديثه. استاذ حميد كان عن موضوع مهم جدا وقال غذاء العقل، غذاء العقل ثلاث اشياء مهمه، الاكسجين اكثر عضو في جسم الانسان يستهلك الاكسجين هو مخ الانسان، والماء اللي انا اطلب من كل طالب لما يروح قاعة الامتحان عنده يعني ماء، عنده ماء ليش؟ يعمل نوع من تليين روابط الدماغ. وعلى فكره مشكله ان الطالب ما يشرب الا لما يعطش، هذا خطا 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 جدا.
خطأ، مفروض دائما يشرب الماء باستمرار لأنه بالفعل يعمل لتليين لروابط الدماء والخلايا. والسكريات ثلاث أشياء مهمة، وثلاث أشياء أيضا مدمرة لعقل الإنسان عند الإكثار منها، وهي السموم البيضاء الثلاثة اللي هي الدقيق والملح والسكر. فهنا ثلاث أشياء وهنا ثلاث أشياء موجودة. بالتالي الآن إحنا لابد أن نتكلم مثل ما أستاذ أحمد الاسترخاء، نتكلم عن موضوع الاسترخاء. الكل منا يسمع موضوع الاسترخاء، كل طلابنا يسمع الاسترخاء، بس ما هو الاسترخاء وكيف يطبق الاسترخاء ومتى يطبق الاسترخاء؟ يعني السؤال فيصل، لما يقول فيصل انا امسك القلم وارتبك، زين احنا بنحاول ناخذ هذه، ناخذ ايضا كلام من احد المدربين نشوف ايش راح يعلق على مساله ارتعاش اليد. ايش رايك؟ يلا بسم الله. طيب معنا الاستاذ محمد المسلمي مدرب في التنميه البشريه. استاذ محمد مساء الخير. مساء الانوار استاذ عبد العزيز، كيف الحال؟ حياكم الله. كيف الحال يا استاذ محمد؟ الحمد لله. تابعت اخر الاتصال من الطالب فيصل؟ سمعت كلامه؟ طبعا تابعت مجمل الحلقة. وقبل أن أبدأ تحياتي وسلامي للمدرب العزيز الأخ طلال حبيبي. حياك حياك أستاذي. أستاذ محمد احنا يعني بس نريد نكسب الوقت، وبياريت بشكل مختصر أيضا ارتعاش القلم في يد الطالب فيصل أثناء الامتحان، أعتقد هذه مشكلة ولا كيف راح يجاوب يعني؟ والله خلينا ما مثل ما تفضل الأستاذ طلال ما نخليها مشكلة، نخليها مسألة. مسألة الارتعاش القلم أو الربكة هي أساسا قاعة الاختبار. هي أرجع يعني قد يكون تطرق إليه الأستاذ حميد والأستاذ طلال كل هذا لو استرجعنا الحلقة كاملة. نيجي لمسألة ما هي التفكير شعور سلوك، فهي نفس الحاجة. بس اللي أريده من الطالب وهو داخل القاعة، ما دخل هذه القاعة الصف اللي سبقه اللي قبل، اللي إذا كان الحين الثاني عشر ما لما كان الحادي عشر ما دخل نفس القاعة، ما نجح، ما مرت عليه نفس الورقة، فهو إذن في معانا في البرمجة ما تفكر فيه تحصل عليه. ورسول الله عليه وسلم يقول تفاعلوا بالخير تجدوه. ثالثة إنه الارتعاش القلم هو في أول في البداية هو أنا أحس إنه طبيعي، الخوف من يعني خوف طبيعي هذا أو القلق طبيعي، بس ما نريد إنه يتعمم هذا القلق ويخليه هو يعني هو الذي يقودنا. يعني على السريع أنا عارف إنه وقت الحلقة باختصار أستاذ محمد، باختصار اللي أريد أقوله أول ما تبدأ ابدأ قسم الورقة بالاختبار إلى ثلاث أقسام. ابدأ بالأسئلة اللي أنت متأكد منها، اكتسب ثقة على أساس إنك تسترجع المعلومات، ثم حول الأسئلة تحول إلى النصف الآخر أو الثلث الثاني الأسئلة اللي نص ونص. بعد ذلك في قد تكون ملحوظة قال الأستاذ طلال الجميلة، هو نخدع العقل يا أخي، في إخدع عقلك. إذا وصلت سؤال وحسيت إني خلاص ماشي المعلومة متأكد، يعني الرسالة السلبية اللي جاتني أثناء قرأت هذا السؤال إني متأكد مليون في المية مع المعلومة موجودة معي، أخدع نفسي أو أخدع عقلي وأقول طيب لو كانت المعلومة موجودة معي شو بتكون، وأخذ نفس عميق غذاء العقل وأسترخي قليلا، مليون في المية إنك راح تستحضر المعلومة. جميل أستاذ محمد، جميل. فهذا باختصار مفيد. أنا أشكرك يا أستاذ محمد، شكرا على هذا المداخلة أستاذ محمد. الله يخليك. بس مدرب. هو تمرين التنفس أول ما تشعر بالارتعاش القلم يعني حاول إنك نطبق التنفس هذا، وإن شاء الله الأمور بتكون طيبة. وأشكرك وتحياتي للأستاذ طلال الرواحي. شكرا أستاذ محمد، شكرا على هذا المداخلة الجميلة. وخلاص الآن أترك لك، خلاص ما راح نأخذ ولا مكالمة، وترك ما تبقى من الوقت للتعليق على كل هذا الكلام. جميل. طبعا أحيي الأستاذ محمد المسلمي على المداخلة الجميلة. وأنا أبدأ من 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 أنت اليوم أعطي ناس يعلمون الأمانة، فنبدأ من كلام أستاذ حميد. أستاذ حميد يقول التفكير يبني على آخر، بالفعل آخر تجربة. آخر تجربة، هل كانت تفكير تجربة إيجابية أم سلبية؟ التفكير كان إيجابي أم سلبي؟ الآن راح أنت تكلمت عن ليلة الامتحان، الآن دخل الطالب الامتحان. تمام. قبل نص ساعة الامتحان لا نطالب أي طالب بأنه يذاكر معلومة جديدة. جميل. وما يدخل في جدال مع طالب آخر حول معلومة، هل هي صحيحة غير صحيحة؟ قبل الامتحان بدقائق لابد أن يمارس فن الاسترخاء. راح أعطيهم طلاب أشياء عملية يطبقوها، وأتمنى يطبقوها. ليش أستاذ عزيز؟ لأن طبقناها، أنا أخذت 9 طلاب من مدرسة خاصة في
مسقط وعملت معاهم دراسة تتبعية، يعني اختبار قبلي واختبار بعدي، وطبقنا أشياء عملية بحيث ما يكون كلامنا نظري، دائما نحب نجيب أشياء عملية بحيث الطالب يقتنع بأن كل كلمة نطبقها كلمة علمية مبنية على تجربة وليس فقط أشياء نظرية. الآن الاسترخاء، مطلوب من الطالب أثناء الامتحان، أنا أطلب من كل طلابنا ما يلبس ملابس ضيقة على جسمه، هذا رقم واحد. رقم اثنين، ما يلبس خاتم ضيق على يده، والساعة يحاول يطلعها ويحطها أمام في الطاولة، الوقت مهم جدا، بالتالي ما يخليها في يده، يخليها في الطاولة. جميل. ليش؟ عشان الدم يمشي بسهولة وبسلاسة في جسم الإنسان. الآن التنفس الاسترخاء لابد أن يكون تنفس بطني وليس صدري، يعني يحط يده في بطنه ويأخذ نفس عميق من أنفه عشان يتأكد أن تحرك البطن. أيوة، يتأكد أن اليد هذه تخرج الخارج ما تدخل للداخل. الأغلب لما يأخذ نفس بطني اليد تدخل للداخل، وهذا تنفس ليس تنفس الصحيح في موضوع الإنسان. التنفس البطني يرخي الأكتاف هذه ويأخذ نفس. أنا أجرب الآن من الأنف، يأخذ الأنف يشم وردة ويطلع من الفم يطفي شمعة، شم وردة وأطفي شمعة، تأخذ نفس من أنفك وتطلع من أنفك وتطلع النفس من فمك. بالتالي لما يأخذ نفس مثل ما قال الأستاذ حميد، مثلا هناك عدة استراتيجيات في القراءة أثناء المذاكرة، أنا أطلب منه يأخذ أربعة 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 أثناء المذاكرة. نعم. جميل. أربعة ثم يكتب. أيوة، أربع عدات، ويكتب النفس أربع عدات ويطلع النفس من فمه أربع عدات، هذا أثناء القراءة. أستاذ حميد أعطانا 4-2-8 أثناء الاسترخاء. الآن قبل الامتحان هو يريد الاسترخاء، يأخذ نفس أربع عدات، يمسك النفس عدتين ويطلع النفس 8 عدات، يعمل نوع من التنظيف للرئتين. لما يأخذ النفس بالطريقة هذه يرتفع الحجاب الحاجز، حويصات هوائية هنا، بالتالي يصل الأكسجين لآخر جزء في الرئتين، يتم تبادل الأكسجين مع ثاني أكسيد الكربون ويخرج ثاني أكسيد الكربون. فيصل لما يقول يدي ترتبك يعني تنتفض وأنا ماسك الامتحان الورقة هذه، بعدين قال شيء مهم جدا فيصل، قال عند مسك القلم يدي تنتفض، بعدين قال السؤال السهل أنساه بسرعة. أنا أقول مرتبطين مع بعض. ليش؟ أنت الآن ما استرخيت، وبالتالي المعلومة اللي عندك كانت سهلة، ولكن أنت الآن العقل العاطفي اشتغل معك، العقل العاطفي فيه في مشاعر ما في معلومات، يحاول يسترجع معلومات ما موجودة معه. ليش؟ العقل العاطفي هو اللي شغال مش العقل المنطقي، بالتالي يريد استرخاء عشان يسترجع المعلومة. أقول الآن لفيصل وجميع الطلاب اللي يشاهدون الآن ويتابعونا، أقول لهم يا أخوان الطلاب أثناء الامتحان إذا أي معلومة سهلة صادفتك وما قدرت تتذكرها وأنت متأكد 100% بأنك مذاكرها والمعلومة موجودة في عقلك اللاواعي، إليك الطريقة التالية. وايضا اقول لهم طريقه مجربه وطريقه يعني علميه جميله. احنا قلنا الخيال وضربنا مثال في الاذاعه وقلنا الليمونه وسال لعابك في يومها، انا اتذكر اليوم نغير 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 مثالنا، نقول يتخيل الطالب بانه يخرج زجاجه من جيبه، زجاجه ويجيب قطعه حاده او مسمار ويمسك القطعه الحاده هذه ويحركها في الزجاجه، ايوه يحس نوع من القشعريره. زين، الزجاجه ما موجوده والقطعه ما موجوده، ولكن الخيال، احنا قلنا الخيال اقوى من 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 من، فهو صدق العقل اللاواعي بانها موجوده. انا اطلب من الطالب بان يغمض عينه، الاستاذ العزيز يحاول يغمض عينه ويتخيل بانه راح للمراقب، ويتخيل بانه سلم الورقه للمراقب، ويتخيل بانه خرج خارج بدا يناقش زملاء الطلاب. هنا نؤكد علميا بان المعلومه راح تجيه بمنتهى السلاسة والسهولة، لأن 9 طلاب اللي طبقنا عليهم في المدارس الخاصة أكدوا جميعا بأن المعلومة تأتيهم بكل سهولة بعد ما تخيل بأن بالفعل خرج من قاعة الاختبار. ليش؟ هو موجود في مكان بالنسبة له يعتبر ألم وليس متعة، لما خرج خارج مع زملاء أصبح في مكان بالنسبة له متعة وليس ألم. إذا نحن نقولهم عيشوا متعة مؤقتة من أجل يعني عيشوا ألم مؤقت من أجل متعة دائمة. خلينا أقرأ لك هذا، أنت لو لاحظت أنا ما أعطيتك أسئلة بريد إلكتروني. ليش؟ لأنك أنت طوال هذا الوقت تجيب على أسئلة أصلا هي موجودة. جميل، الحمد لله. ولذلك أنا يعني ما سألت إلا هذا السؤال، يقول مساءكم ومساءنا همة ونشاط وتفاؤل وطلب العلا، أشكركم جزيل الشكر على برنامجكم القيم وهذه الحلقة التي لها نكهة خاصة جدا. أردت أن أفيد زملاء الطلبة في نقطة، يعني باختصار يقول أن من خلال تجربتي وهي وقت متابعتي لبرنامج درس على الهواء القيم أشرب غرشة كاملة. جميل. يعني حوالي 1.5 لتر تقريبا خلال فترة البرنامج فقط، ووجدت فوائد كبيرة. احنا فعلا محتاجين على فكرة الماء خاصة في وقت الشتاء. يعني أنا ما أنتظر نفسي يعني تستدعي الماء، مفروض أنا أغذي دماغ، لأن الدماغ يتغذى من بين ما يتغذى فيه
هو الماء حوالي 78% من الماء. بالضبط. طيب مشكلة النسيان أحيانا يعني ينسى يعني بعض الأسئلة السهلة وهي مهمة جدا. الآن في وقت الامتحان والطالب يستلم ورقة الامتحان، عادة إيش اللي ينصح؟ جميل. طبعا الثلاث دقائق الأولى هي الدقائق اللي تكلم عنها فيصل لما قال أنا أحس بربكة في القلم. فيصل طولت مع المسألة ربع ساعة وبعدين قال طبيعي جدا، مسكت القلم وحليت. ليش طول؟ لأنه ما استخدم تقنية اللي حدث عنها. أنا أوكي لفيصل، لو استخدم التقنية هذه راح تقل من ربع ساعة إلى حوالي ثلاث دقائق. الثلاث دقائق الأولى طبيعي جدا إنك تحس بنوع من الربكة وتحس نوع من، طبعا مش كل الطلاب، بعض الطلاب ما يحس بنوع من الربكة، اللي متمرسين في الاختبارات اللي مستعدين استعداد يعني ذهني عالي عالي جدا، وبالتالي أصبح عندهم متعودين على هذا الشيء. بالتالي أول ما يمسك ثلاث دقائق الأولى أنا أطلب من الطالب ما يجيب أي شيء، يبدأ كتابة الاسم، يكتب التعليم اللي موجود في مراية الامتحان، يبدأ يقرأ الأسئلة بشرط قراءة سريعة، مش قراءة تأملية، يقرأها قراءة سريعة، يمر عليها كل الأسئلة من السؤال الأول للسؤال الأخير، ما هو السؤال الإجباري، سؤال اختياري كان موجود. بالتالي يعمل سكان كامل لكل الاختبار، ومن ثم يبدأ الإجابة على الأسئلة السهلة ومن ثم الصعبة. ليش؟ لما يبدأ الطالب يجاوب الأسئلة السهلة واستطاع أن يجيب مثلا ثلاث أرباع الامتحان اللي هو السهل، وهذا يعطيه قوة ويعطيه ثقة كبيرة جدا في الأسئلة المتبقية. والأستاذ العزيز كالتالي الترتيب كالتالي: استعداد، ثقة، بالتالي في الامتحان يقل الضغط ويقل القلق والتوتر. عدم استعداد تؤدي إلى عدم ثقة، تؤدي إلى قلق وتوتر. المعادلة واضحة وضوح الشمس للطلاب. هنا استعداد ترتفع معدل الثقة وبالتالي ينخفض معدل القلق والتوتر. نطلب منهم يستعدوا استعداد ذهني جيد مع الاستعداد العلمي والمذاكرة. في عندنا نوع من الاستعداد الذهني اللي هو مهم جدا، والاستعداد العلمي اللي هو المذاكرة وغير ذلك. ما ممكن ليلة الاختبار يأكل أكل دسم جدا، يعني من الأشياء الغير محبب فيها إنه ما يأكل أشياء دسمة جدا هو رايح الاختبار. لا، دائما يأكل أشياء خفيفة أثناء ذهاب الاختبار، يعتمد على السكريات بشكل كبير جدا، لأن الجهد يروح للمعدة، عضلات المعدة أكثر من الدماغ. ممتاز، ممتاز جدا. وإذا ركز على اللوز، على الزبيب، على الجوز، هذه الأشياء المهمة جدا، أو أوميجا 3 في الأسماك وغير ذلك، هذه مهمة جدا لذاكرة الإنسان، وخاصة لما تكون نية، يعني اللي هي الجوز واللوز والزبيب تكون غير مطبوخة، لها أثر كبير جدا بالنسبة لذاكرة الإنسان. جميل. يعني أنا كان في بالي سؤال، نعم، من أروى الرواحي تقول: تواجه بعض المشتتات، ومن أهم هذه المشتتات بكاء بعض الطالبات ويؤثر عليهم سلبا، كيف نتخطى هذا المشتت؟ يا أروى، احنا قلنا بداية عندنا دائرة اهتمام ودائرة خارج اهتمام. جميل. أنا أقول لأروى أحييك أولا على إنسانيتك بأنك تهتمي بزميلاتك اللي تبكي، بس أقول لك لا، في الامتحان أنت كوني مع ذاتك. إحنا بدأت نتذكر أيام الدراسة، أيام الامتحانات، الأمانة أقول لك هالأمانة، أنا أتذكر لما كنت أمسك ورقة وقلم الامتحان ما أشعر باللي حولي وأبدأ ومنصب كل اهتمامي في ورقة الامتحاني في مجالك المغناطيسي. أيوة، في هذا المجال المغناطيسي. وحتى أتذكر بعد ساعة، ساعة ونص، ناس تحركت، ناس جيت، وأنا ما في هذا. ركزي أروى في امتحانك، دار الاهتمام اللي عندك، أنت أمام مسؤولية الآن، مسؤولية جميلة وليست مسؤولية صعبة. ركزي في هذا المجال وأؤكد لك ما راح تهتمي واحدة قامت تصيح أو غير ذلك. أتذكر في إحدى الاستشارات وصلتني لإحدى الطالبات، رئيسة المدرسة تطبق معهم امتحان مريح، فتقول لي: أنا حبيت هذا الرئيس المركز، مديرة المدرسة، حبيتها يعني حب كبير جدا. ليش؟ كانت تحفزنا، أول ما تستقبلنا تبتسمنا، بالتالي يرتفع معدل الاستيعاب عندنا، نحصل الناس مبتسمين. جميل. تقول لي درجة، لدرجة كان امتحان رياضيات وحسيت بصعوبة، وقلت لهم نادوا لي رئيسة المركز فجيت، قلت لها: أستاذ لو سمحتي ممكن تجلسي عند الباب هناك؟ الله. ليش؟ والله لأمانة قادم بس أشوفك وأرتاح وأحل بسرعة. للأمانة شفتي؟ أنت خليتنا ندخل نقطة مهمة ورسالة يعني للمراقبين، موجهة لبعض المراقبين والمراقبات. فعلا بعض الطلبة يشتكوا لنا، وجاتني رسائل كثيرة أنه يعني المراقب، أنا مجرد أن أنا أدخل وكأني رايح مواجهة أو معركة بسبب المراقب. بالأمس أستاذي، بالأمس أنا جاني اتصال بالأمس، يعني نقول ونحسبهم قلة إن شاء الله لهذا، لما مش كلهم المراقبين، ولكن بالأمس جاني اتصال تقول المراقبة تصرخ ما عندها كرسي وتصرخ للكنترول، تصرخي ليش؟ وهؤلاء اللي في الصف ذنبهم ايش؟ الطلاب. اذا انت عندك مشكله مع الكنترول او مع رئيس المركز، فاهم، خارج مش داخل الطلاب. الطلاب محتاجين الى جو نفسي
يعني مستقر حاسين مر الجهد 12 سنة يضيع خلال ساعة وساعتين. ايه بعدين انت امام مسؤولية هؤلاء ابنائنا يعني هؤلاء ابناء عمان ابناء الوطن، احنا بحاجة لدعمهم النفسي اولا. تصرخي ليش؟ في هناك تذمر كبير جدا من قبل شريحة، ايضا نقول قلة ان شاء الله من المراقبين، تذمر كبير جدا، نقول لهم تذمركم من المراقبة ما ينعكس على الطلاب، الطلاب شيء والتذمر شيء آخر، هناك شيء آخر دائما يقال خليهم خليه يعيش جو مناسب للإجابة. هي هناك دائما يقال يعني في التربية والتعليم صعب جدا على المعلم وغير ذلك بأنك تقدم العطاء لشخص وتنتظر الشكر من شخص آخر دائما، يعني تقدم للطالب ما تنتظر من الطالب، تنتظر من الأعلى يعطيك الشكر أو التقدير. نقول لهم إحنا اليوم التذمر إذا في أي شيء ما الطالب ما له علاقة فيه، الطالب بحاجة إلى جو نفسي مهيئ في داخل الاختبار. جميل. احنا باقي لنا حوالي 4 دقائق نتكلم عن كيف يتصرف الطالب. خلاص خلص الامتحان واخذ الطالب الورقه الامتحانيه وقرا كل الاسئله وبدا بالاسئله السهله ثم راح للسؤال الصعب، استخدم كل هذه التقنيات اللي والاستراتيجيات اللي تكلمنا عنها. الان بعد الامتحان في ممارسات في سلوكيات يستخدمها بعض الطلبه والطالبات وتؤثر. انا اليوم انهيت ماده بس تبقى لي مجموعه من المواد، ايش هي الممارسات السلوكيات اللي المفروض الممارسات السلوكيات اللي بعد الاختبار؟ هو ان لا يراجع مع زملائه او يدخل معهم في جدال وهذا صح وهذا خطا، وبعض الطلاب لا يمسك ورقته بده يحسب يصحح حال نفسه، يعني في طلاب يمسك كم معدل يبدا يصحح كم جبت في الامتحان. لا، انت لو تصحح مطلوب منك الان ان تطوي هذه الصفحه وتستعد لصفحه قادمه، اختبار قادم تستعد له نفسيا وذهنيا وعلميا. انوار تقول الاختبار كان سهل جدا ولكني لما اوصل للبيت اخاف. ليش تخاف؟ لانها تبدا تسترجع مشاعر سلبيه. نقول لها يا انوار تروح البيت استعدي للاختبار القادم بعد ما كنت اخذت قسط من الراحه، سواء كانت الراحه النفسيه الخلود مع الذات والتفكير الإيجابي أو الراحة أيضا خلال النوم، أيضا بحاجة إلى نوم وبحاجة إلى أغذية سليمة في وقت ما بعد الاختبارات. جميل. في دقيقة واحدة، إيش هي الرسائل النصائح الوصفات المثلى اللي حاب توجهها لإخواننا الطلبة والطالبات في دقيقة واحدة؟ أشكرك أنت أستاذ العزيز الأمانة، كان لي شرف أني أكون ضيف درس على الهواء، قلتها وأقولها مرة أخرى. أيها الطالب، ما تركب مثل ما قال أستاذ مسلمي، ما تفكر فيه تحصل عليه. بالفعل أنا كنت أفكر أن أكون ضيف في هذا البرنامج عندما كنت صغير وأتابع برنامج، وتحية لأستاذ خفان العاصمي، واليوم أنا ضيف في هذا البرنامج. وأنت أيها الطالب أيضا، ما تفكر عليه تحصل عليه، تفكر بالامتحان صعب راح تحصل امتحان صعب، تفكر امتحان سهل تحصل امتحان سهل بإذن الله تعالى، مع أيضا الاستعداد، لا نقول فقط نظريات علمية بدون استعداد علمي وذهني. أقول لهم توكل على الله، أقول لهم استخدموا قلم محظوظ دائما، وأيضا أقول لهم إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاء. وختاما كل شكري وتقديري لطاقم البرنامج المصورين والمخرج وكل من ساهم في هذا البرنامج، وتحية من قلبك مرة أخرى أستاذ الكريم. الله يبارك فيك. هي حقيقة مئات الرسائل التي وردتنا يعني تشكر هذا الموضوع، تقولنا أشياء مهمة كانوا محتاجين لها. فاصل قصير أعزائي المشاهدين ثم نعود لنختم حلقة اليوم. هذه هي اللحظات الجميلة دائما تمر سريعا. باسم جميعا أحبتنا الطلبة والطالبات أشكر ضيف الحلقة الرائع الأستاذ طلال بن حمد رواحي، مدرب في التنمية البشرية. شكرا لك أستاذ طلال. الله يحفظك حبيبي. شكرا لك. تقبلوا تحيات فريق العمل وأجمل تحية من مخرج البرنامج بدر العميري، وتذكروا دائما أن ميدانكم الأول أنفسكم، فإن تغلبتم عليها كنتم على غيرها أجدر. ألتقيكم في حلقة قادمة، دمتم في رعاية الله.